ان في خبر عاجل انه في حريق في اسم مصر القديمه وانه جاري التعامل معاه. نعرف بس الموقف ايه حاليا من سياده اللواء ممدوح عبد القادر مدير اداره الحمايه المدنيه بالقاهره. سياده اللواء مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا، ايه الخبر ده يا فندم، ايه تفاصيله؟ يعني هو كان في حريق بسيط جدا في بطانيه داخل حجز اسم مصر القديمه، واتطفى في ساعتها، الموضوع ما خدش اكتر من دقيقه ونص دقيقتين. عظيم، يعني ما فيش حاجه، الموضوع حاجه بسيطه في بطانيه في حجز، لكن ما مش زي يعني ما بعض الاخبار بتتكلم انه حاجه شبيهه بحريق قاعه المؤتمرات. لا يا فندم، لا ما فيش اي حاجه. وتم التعامل خلاص، الموضوع يعني انتهى على خير يا فندم. يعني ما خدش اكتر من دقيقتين بالظبط. انت بتقولي ده في الحجز يا فندم مش كده؟ ايوه يعني ده محاوله من مساجين، يعني حد كان عايز يهرب او بتاع. قد يكون، قد يكون، واحتمال يكون يعني سيجاره او اي حاجه. حضرتك البطاطين بتبقى منها البوليستر، يعني لما بتشم اي نار بسيطه ممكن تعمل يعني نار، يعني ومش نار لدرجه نار يا استاذه لبنى، يعني ونار ودخان وبتاع يعني. والله في صوره على المواقع مش نار بطانيه خالص، ده النار طالعه من الشبابيك. والله بطانيه يا فندم. لا خلاص يعني ماشي، يعني حضرتك بتنفي الكلام ده كله ونصور. أيوة. دي والنار حاجه بسيطه وتم التعامل معاها على طول. أيوة. ومفيش اصابات. أيوة. يا فندم يا ساتر الله. لا الحمد لله. لما تبلغني ما تبلغنيش باي اصابات يا فندم. طيب فرصه بقى وانت موجود معانا يا فندم تقول لي. أيوة. بالنسبه لحريق قاعه المؤتمرات تعاملتم معاه ازاي، وبرده الاخبار ودقتها، كلام كتير عمال نسمعه من الصبح ان الحريق اتى على كامل القاعات، وفي كلام لا ده المساله محدوده. قول لي بقى من شغلكم النهارده ايه اللي اتحرق؟ انا يعني في البدايه بشكر حضرتك على هذا السؤال، يعني لانه يؤسفني ان في احدى المداخلات مع احدى الساده الاعلاميين اللي بنقدرهم يعني بنحبهم، انه يعني بندي نتائج مسبقه وبنرمي بالاهمال وبنلقي مسؤوليات وبنلقي على الناس ان هم يعني اخطاء هنا وهناك، وان البلد راحت، وانه نرجو ان احنا نكون يعني بنقول راي امين في كلامنا. اللي حصل يا فندم حريق قاعه المؤتمرات. قاعة المؤتمرات عبارة عن ثلاث قاعات، قاعة رئيسية اسمها. أيوة. قاعة كوكو. أيوة. قاعة وسطى اسمها قاعة خفرع. قاعة صغيرة اسمها منقرة. صحيح. الحريق في القاعة الوسطى اللي هي قاعة خفرع. في قاعة خفرع، قاعة الوسطى. قاعة اللي هي الوسطانية، القاعة الكبيرة الرئيسية اللي بتحضر في الاحتفالات سليمة ما فيهاش حاجة. القاعة الصغرى اللي هي منقرع ما فيهاش حاجة. اللي هي خفرع، اللي قاعة خفرع بالبهو بتاعها هو اللي حصل فيها الحريق من حضرتك اللي بنسميه المعلق، السقف المعلق. هو اللي حصل فيه الحريق وقعت على القاعة، قعت على القاعة والبهو. وعمل يعني لا القاعة دي السقف بتاعها بس، ولا هي قاعة كلها اتدمرت كده؟ ما هو السقف يا فندم بيبقى معلق، فمع الأسف مع شدة النار راح واقع على القاعة، مما أدى إلى أن القاعة دمرت، وبعض المكاتب الإدارية. وبعض المكاتب الإدارية. إن أأكد بس على كلام حضرتك، مفيش ثلاث قاعات دي خالص، اللي اتحرق هي القاعة الوسطى، قاعة خفرة. لكن باقي المواضيع سليمة، لكن الواجهة مثلا الحاجات دي كلها يا فندم. الواجهة بيبقى فيها آثار اللي هي بتاعت حضرتك الحريق اللون الأسود اللي بيطلع من الحريق دوت. لكن مفيش خسائر يعني، لا ممكن يكون بس احنا اضطرينا ان احنا نكسر الإزاز عشان نخرج الدخان ونقدر ان احنا نكافح الحريق من الداخل. طب قول لي يا سياده اللواء من شغلكم بقى وخبراتكم وانتوا بتطفوا حريقه، بتتعاملوا مع حريقه زي كده، تقدر تحس او بتشوف كده من الدلائل اذا كان دي بفعل فاعل، يعني في شبهه جنائيه، ولا يعني حاجه قضاء وقدر، او ماس كهربائي، او اي حاجه اقدر احكم او اعرف؟ في امور متشابهه جدا يا فندم ما بين الفعل فاعل، وامور متشابهه بين الحديث اللي هو القدري اللي يعني الحريق العادي. في امور متشابهه. نفسي ان احنا يعني نثق في انفسنا شويه، ونثق في الشعب المصري، ان احنا عندنا رجال المعمل الجنائي ناس اكفاء وعلى خبره عاليه جدا، ومعاهم من الوسائل والمعدات اللي هيقدروا يحددوا لنا بالتحديد الحريق ابتدى من هنا، امتد من هنا، اتحرك من هنا، هل هو حريق عمدي، هل هو حريق غير عمدي. ده صحيح، هننتظر تقريرهم بالتاكيد. لكن
لان الاخ الاعلامي الفاضل يعني عايز يقول يعني ندي نتائج مسبقه، لا ده انا لازم نقول ان يعني الاهمال وجسامه و و و و والاخر، لا مش يعني مفهوم. الحقيقة لا طبعا مهما كانت مرة هنعلنها، بس ما نستبقش الأحداث، ما نستبقش الأحداث. عندك حق يا فندم. طيب خلينا برضو مع بعض الأمور اللي تم إثارتها النهاردة، اسمح لي يا فندم، في قصة أنه حصلت الحريقة، لكن أنا كان ممكن أتلافى القصة، يعني الأمن الصناعي لو في شبكات إطفاء مثلا داخلية بتشتغل على طول أول ما يكون في يعني كده دخان أو أي حاجة، إيه الموقف بالنسبة للكلام ده، مفعل ولا لأ؟ ده بيتفحص بدقة جدا برضه يا فندم. هو في أنظمة بنشوف إذا كانت هذه الأنظمة كانت شغالة ولا معطلة، هل التعطيل بعمدي ولا تعطيل عارض، كل الأمور بتتفحص بدقة شديدة جدا يا أستاذة لبنى، والحقيقة بتعلن للشعب. طيب ما هو فرصة انك موجود معايا علشان زي ما احنا قلنا كده الدنيا مليانة اخبار دلوقتي وكل حد يعني بيتكلم في القصة دي، فتنفلنا او تتأكد او تقول ايه الوضع. شبكة الامن الصناعي اللي بتكلم عنها يا سيادة اللواء مكتوب برضو في عدد من المواقع ما حصلهاش صيانة من 2008، هي مسألة الصيانة ومراجعة المواقف دي كلها مش تبع الحماية المدنية وهي اللي بتبقى متابعة وتنسيق معاكم؟ تبع المنشأة، تبع المنشأة يا فندم، تبع المنشأة، لكن ملكوش رقابة أو تفتيش عليهم؟ من المنشآت على مختلف الأشكال ملكوش رقابة أو تفتيش عليهم يا فندم؟ لينا رقابة ولينا تفتيش عليها، وفي تفتيش ورقابة ودورية يا فندم عليها. بس أنا عايز أقول لسيادتك إن أنا ممكن أفتش النهاردة، بكرة ممكن يحصل عطل عندهم، أنا مش هروح لهم كل يوم. واخد بال حضرتك؟ فإحنا بنفتش وبنشوف. برضه الأخ يعني أنا أصل متأثر قوي بكلام السيد الزميل اللي بيقول إحنا بناخد فلوس، يعني والله يا استاذ لبنى انا ما تعبت قد ما تعبت من كلمه هذا الزميل الاعلامي الفاضل. يعني معلش وانا عارفين الحمل تقيل، بس احنا برضو عشان في حضراتكم كبير، احنا في ظرف استثنائي والناس يعني واقفه على صبع رجليها وخايفه ان يحصل اي حاجه، فمعلش ربنا يقويكم ويوفقكم ان شاء الله يعني، وده واجب ونسودها في وشهم ما نسوي يعني صحيح. لا ربنا معاكم يعني، ده كله عشان البلد يا سياده اللواء. طيب واحنا في ده البلد، والله يا فندم يعني طب ليه ما بنبرس بالجانب الايجابي؟ طب ما تاخرتوش النهارده يعني، رد على الكلام ده، يتقال ده تاخروا والمطافي جت بعد ساعتين وثلاثه. طبعا يعني هذا الكلام الحمد لله انه مسجل صوت وصوره، والنهارده الموبايلات في ايد المواطنين يعني كتيره جدا، ومتسجل الحريق ابتدى امتى واحنا وصلنا امتى. الناحيه الايجابيه ان رجال القوات المسلحه جم ساهموا معانا في الاطفاء. مرفق الاسعاف الله يبارك لهم يمكن 15 عربيه جم في وقت قياسي. وانتوا كم عربيه يا فندم؟ احنا سيادتك 17 سياره من القاهره. طيب هو كان لازم الجيش يكون موجود معاكم؟ يعني كان الموقف اكبر من 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 استيعاب الحمايه المدنيه؟ لا احنا في مثل هذه الامور بنخاف ان الامر يتطور ونحتاج لمعدات اكتر، فتحسبا لا بنروح بالمعدات بتاعتنا واكتر. احتجناها خير وبركه، ما احتجناهاش الحمد لله ما خسرناش حاجه. فاحنا يعني جالنا 3 عربات من الالويه، 3 عربات من الجيزه، 3 عربات من الاداره العامه للحمايه المدنيه. جالنا 10 سيارات من القوات المسلحه. تمام. في مرفق الاسعاف، الغاز، الكهرباء، الكل يعني الكل بيعمل واجبه وبيأدي الدور اللي عليه. بيأدي الدور اللي عليه. ربنا يوفق وربنا يحمي البلد يعني من كل اللي عايز يضرها يا فندم. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء ممدوح عبد القادر مدير اداره الحمايه المدنيه.